التي اي راح اعتبره ديستربنس بضل يدخل على البلانت من هون. هذا راح اعتبره المانيبيوليتد فيريبل اللي انا بهمني. هون في عندي اكتويتر راح يصير اللي هي الهيتر اللي شريتها. الهيتر راح اركب لها باور الكترونكس ديفايس. الباور الكترونكس ديفايس راح تكون مثلا اذا كان دي سي مثلا السورس عندي راح تكون مثلا تشوبر او موديوليتر. او اذا كان السورس عندي اي سي راح احطها اي سي تو اي سي كونفرتر. الاي سي تو اي سي كونفرتر راح يصير يجيها سيجنال لهذا المانيبيوليتر. المانيبيوليتر هون مش موتور, هون هيتر, بس انا بدي اياه بروبورشنال, بدي احول هذا لبروبورشنال. ببطل الهيتر اقدر اعمل له سويتشنج اون واوف, ماشي فاهمين؟ بدي اصير اغير, ادخل له سيجنال واغير. هذا ما بقدر يبرد على فكره, مش هيك؟ ما بقدر يعمل غير تسخين, ما فيش تبريد. اذا بدي نيجاتيف سيجنال, اذا اعطيته نيجاتيف سيجنال ما راح يعرف شو يعمل فيها. المحرك اذا اعطيته نيجاتيف سيجنال شو بعطيني؟ بعطيني نيجاتيف تورك. اذا اعطيته بوزيتيف سيجنال بعطيني بوزيتيف تورك. ايوه تفضل. بس ريلاتيف اذا كان شغال على 5400 وزيد, مش تبريد, يعني زدت كيلو 4000. صحيح 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 مزبوط. لكن افرض الايرور سيجنال انعكست, اذا صار مثلا انت بدك تي تبعت الليكويد تكون مثلا 300 وكانت هي 350, شو صار عندي الايرور؟ الايرور بطل بوزيتيف, الايرور نيجاتيف. اذا الايرور نيجاتيف الكنترولر راح يحاول يحط نيجاتيف سيجنال على الاكتويتر. لو هذا محرك, المحرك راح يحاول يمشي بعكس الاتجاه ويعطي تورك معكوس. هذا ما بيقدر بيقدرش يشتغل في الكوادرنت الرابع او الثالث, ما فيش عنده شيء يعطيني اياه بالكوادرنت الرابع, فراح يطفي. بس ما راح يعطيني نيجاتيف هيت. نيجاتيف هيت يعني مش راح يحاول ياخذ. اذا بدك تحسنه بامكانك تيجي هذا تكبره وتحط هون مثلا هيت اكسشينجر ياخذ درجه حراره او يعطي حراره ويشتغل هذا او هذا حسب اشاره الايرور. شوف اشاره الايرور. طيب اذا من هون هلا رح ناخذ هذا السيستم بدنا نحاول نسكر اللوب الان, فرح نجيب بروبورشنال كنترول. هاي رح يضل عندي هون التو انبوتس, هذول سميناهم تتذكروا يو 1 ويو 2. أنا راح أشتغل في كيو. هلا كيو صارت عمليا هي الهيتر. إذا بدكم راح أسميها أو هي حتى بروبورشنال هيتر. أنا راح أدخلها سيجنال والسيجنال راح تكون مثلا من صفر لواحد. حتى نعملها بشكل أصح شوفوا شو راح أعمل. رح اخذ الهيتر واضربها ب 5000, فالسيجنال رح يجينا رح يكون من صفر لواحد, او حتى بدي اكبرها اكثر من 5000, مضبوط؟ رح اجي مثلا اجيب الان سورس كونستنت سورس ورح اختار الهيتر هاي, رح اختار الهيتر بحيث انها تكون مش 5000, رح اكبرها رح اجيبها مثلا 10000 كيلو بار, لان انا عارف السيستم عندي هذا راح احط عليه متطلبات شديده من ناحيه الرايز تايم, فالهيتر بدها تكون اكبر, فراح اعطيه 10000. هي 10000 الهيتر, هاي تقدر تعطيني 10000 كيلو كالوريز بير مينت. راح احط الهيتر هون, اللي طالع من الهيتر راح اضربه في قيمه معينه. فبدنا هلا هون جين, وخلينا نبني البروبورشنال كنترولر. هلا البروبورشنال كنترولر بدي فيدباك ديفايس, وايش الفيدباك لازم يكون؟ نيجاتيف. ايش الفيرب اللي راح اخذه الان؟ تي, اي تي فيهم؟ تي اخذ تي تبعت الفلويد, فتي تبعت الفلويد هون متوفر, مزبوط؟ كل فاهم ليش؟ لان احنا لما قلنا اكس 1 واكس 2 ايش كانت اكس 1؟ اكس 1 اللي هي تي, فانا راح اخذ اكس 2. هاي عملت فيدباك. ايش الديزايرد فاليو اللي احنا حابين السيستم يضل عليه؟ الحراره تضلها عليه 350, خلينا نقول 350. اوكي, وراح اخذ كمان كونستنت هلا, وهذه ايش راح نسميها؟ زيرو تي ديزاين.
او سيت بوينت ماشي اوكي كويس نستعمل لغه ال خلينا نسميها تي اس بي وايش راح نحطها 350 حبيت اغيرها بعدين بقدر اغيرها اذا غيرتها بعدين كاني عمالي بعمل سيرفو مش هيك اذا تركتها كونستانت بس عشان اتغلب على الديستربنسز فعمالي بشغل ك ريجليتور هي صارت عندي السيت بوينت 350 هذا بطل يو اللغة اللي احنا بنستعملها هذا يو كفكتر مظبوط هذا هون يو 1 اوف تي هذا يو 2 اوف تي هذول واي كفكتر مظبوط هذا واي 1 اوف تي وهذا واي 2 اوف تي هذا صار ار 1 او ار 2 اوكي ماشي التعبير الصحيح بنستعملها هاي التعبير الصحيح يو 1 يو 2 الاكتويتر الاوتبوت تبعه او الفاليو اللي بدخل هون على السيستم هو يو 1 اوكي هلا هون ايش راح احط الكنترولر راح اعمل كنترولر كي بس كونستنت راح اجيب جيم هذه راح اسميها ببساطه تي كنترولر والبي كنترولر راح نحطها هون وهذه اللي هي نفسها كي نحكي بلغة الروت لوكس هاي كي شو بتعمل كي تغير مكان ايش مكان البولز لما تكون كي زيرو وين بكونوا البولز مكانهم على الروت لوكس على الاس بلين الاوبن لوب بكون الاوبن لوب بولز الاوبن لوب بولز بيبدوا من مكانهم لما تكون كي بتساوي زيرو لما ابدا ازيد كي ايش بصير في الاوبن لوب بتحولوا ل كلوز لوب بولز بيبدوا تحركوا في مسار فانا الان بس ابدا اغير كي البولز تبعت هذا السيستم اللي هم نفسهم بلغه الستيت سبيس ايش هم؟ هون كي بتساوي زيرو كي بتساوي زيرو هذول الاوبن لوب بولز راح ابدا اغير كي راح يلتقوا في مكان كانوا تقريبا هذول 1 و11 مش هيك؟ ولا 0.1 و1 مش هيك؟ 0.1 و1 مضبوط راديان بير مينيت رح يلتقوا تقريبا عند الـ 0.6 رح يصيروا critically damped بعدين رح ينتقلوهم هلا ضل عندنا في شيء ناقص لازم الآن أضرب السيجنال اللي بتطلع من الكنترولر في الـ proportional heater شو هو هذا في الواقع رح يكون هذا اللي بضرب اللي بيعمل modulation للهيتر اللي بغير الـ output تبع الهيتر power electronics device اوكي هاي هي الباور الكترونيكس ديفايس اللي ممكن تكون مثلا ممكن يكون عندي سورس اي سي هاي الهيتر ايش بغير هون على هدول؟ فايرنج انجل تغيير الفايرنج انجل وعلاقة مش خطية مش هيك فيها كوساين اذا هدول الاثنين هلا راح اضربهم بدي اذا برودكت من هون راح نجيب البرودكت وين البرودكت هي اذا راح اخذ الان البرودكت راح اضرب هذا الرقم اللي هو رقم انا هو المفروض اعمل له من صفر لواحد انا مش حاطه هون من صفر لواحد بدي اشتغل بشكل صحيح احطه من صفر لواحد هلا بنشوف كيف نعمل ممكن نعمل له ممكن نحط انا كنت مفكر احط له ساتشوريشن ما يزيدش عن واحد خلينا نشوفه هلا كيف بيشتغل وبعدين بنرد بنعدله مره ثانيه هي هيك هل الكنترولر الان كامل عندي خلينا نشوف هي الديستربنس راح ازيحهم هون خلينا نمحي هاي
هيدي disturbance. هي manipulated variable. The manipulated variable هو حصيلة heater power electronic device. Power electronic device تاخذ power electronic device هون اللي هي الضرب. هذا عبارة عن ايش هذا؟ كنترولر بس بي كنترولر شو بيعمل؟ بيطرح التنين وبطلع الايرور وبضرب بفاليو. هيو هذا كله صار الكنترولر. هون عندي السيت بوينت وعندي هذا البارامتر الثاني انا بس راح اراقبه. ما راح اعمل اي شيء فيه اللي هو الهيتر اليمنت. قديش نحط كين؟ راح نخليها واحد في البدايه ونشوف شو بصير معها. اذا راح نعمل رن بنفس الطريقه هلا هون عندي هذه 100 هاي 350. هي عالية. ايش؟ بس عملته أكبر عشان لأنه ممكن آخذ نصه، ممكن آخذ ربعه. جبت هيتر أكبر يعني. طيب. هسا حياخذ الإيرور بعدين حيضربه فيها في 10,000، المفروض هسا أسوي له أول شيء سكيلينج. هلا هو بتعرف شو لازم نعمل؟ لازم نعمل هارد ليمتس على هذا. بس أنا هلا في البداية راح أحط رقم صغير، نبدأ برقم صغير. طيب لو قسمته على 350 بيطلع دائما اقل من واحد. لا لا انت بال 350 مش المشكله. المشكله هي ال 10,000، 350 مش مشكله لانه هذا لما يكون 350 وهذا لما يكون 350 قديش الايرور؟ زيرو. الايرور راح يوصل زيرو. بس هاي لانها الهيتر كبيره من هون عماله بعمل ريسبونس عالي جدا. هلا كي احتمال انه كي كبير بالحالة. راح اجرب كي اصغر، راح اجرب كي اصغر نبدا شوي شوي بكي. راح اخذ كي قيمتها 0.1. هلا خلينا نطلع هون اول شيء نشوف ايش عمل سيتلينج على ايش الريسبونس. الترانزنت ريسبونس عالي بس نطلع شو عمل سيتلينج. هيعمل سيتلينج تقريبا على مضبوط الفاليوز اللي عمل سيتلينج عليها. ايش بنلاحظ هلا عليها؟ بدنا نشوف هذا، بدي افهم هذا شو مشكلته. هلا بنفهم شو مشكلته. قديش هاي القيمه؟ هل هي 350 بالضبط؟ ايش في عندي اذا؟ ستيدي ستيت ايرور. كيف ممكن اخفف من ستيدي ستيت ايرور؟ قبل مضبوط اي بس قبل ايش ممكن ازيد؟ كي. اذا زدت كي ايش عم بصير عندي الريسبونس؟ الريسبونس سيء جدا هناك مضبوط؟ اذا ما راح ازيد كي اكثر من هيك، بس من وين اجى؟ ما كانش انا عندي ستيدي ستيت ايرور بالاول، من وين اجى ستيدي ستيت ايرور؟ لما سكرت اللوب. لانه التايب اوف سيستم مش تايب 1، ما فيش فيه انتجريتر في السيستم. ترانسفير فانكشن تبع السيستم ما فيش فيها انتجريتر، هذا عم بروح تقريبا على 600 بس لسه في نويز من هون. شو بنلاحظ كمان على ال هذه كيو احنا مش واصلينها مضبوط؟ مش واصلين كيو. خلينا نشوف الهيتر ايش عم بتطلع عندي. قديش الهيتر عم بتوصل؟ ارقام خياليه طبعا هون. هاي 3 تايمز 10 تو ذا 5، قديش 3 تايمز 10 تو ذا 5؟ 300,000 مش هيك؟ رقم خيالي جدا. السبب احنا اول شيء مش عاملين ليميتيشن على الهيتر، الهيتر ما بيقدر يعطيني اكثر من هيك، فالمفروض اللي نعمله الان حط ليميتيشن على الهيتر، قديش مقدارها مثلا؟ الهيتر هاي ما بتقدر تشتغل اكثر من 10,000. كيف بعمل ليميتيشن؟ شو بعمل؟ كانها ساتشوريشن مش هيك؟ لو جينا الان حطينا هلا بامكاننا نحط ساتشوريشن هون عند النقطة هاي، أو بحط ليميتيشن على الايرور، الأصح بتوقع إنه أعمل ليميتيشن على الهيتر، فالهيتر ما بيقدر يعطيني أكثر من رقم معين. ولو اجينا ضربنا هلا راح نحط هون، بدنا هون نضطر نحطها هاي. هون راح يجيب. هلا هذه اسمها، خليني بس اتاكد ايش اسمها بالهاي. لا لها اسم ثاني غير ساتشوريشن.
آه لا مضبوط ساتوريشن كلام صحيح. هلا كمان في إشي تاني مش صحيح هون. هذا على فكرة عمال بعطيني نيجاتيف هيت. شو خليه يعطيني نيجاتيف هيت؟ شو لازم أعمل؟ أقل إشي صفر. صحيح. أنا بحطه بالساتوريشن بلوك. أشوف ساتوريشن بلوك. أبر ليميت. 10,000. هذه كافية. ما وصلنا. ما وصلنا. هلا لاحظوا هذا الهيتر هون هي صار ساتوريتد. هاي نوع من انواع اللينياريتيز، بس هاي ممثله للواقع اكثر من الحل السابق، مزبوط؟ لان انا ما في عندي هيتر انفينيت هيتر. وايش عم بستقر؟ عم بستقر على 5000 في النهايه، هون عم بوصل تقريبا 600 بس في ستيدي ستيت ايرور، وهون عم بوصل 350 وفي ستيدي ستيت ايرور. نطلع على الاوفرشوت. هون عندنا شيء بسيط، هذا هون رجع من 9000 لما صار الريسبونس هون فينا لينياريتي، صار فينا لينياريتي هائله بالهاي، وهون في بعض ريسبونس. هلا ايش الحل حتى اتخلص من ستيدي ستيت ايرور؟ اللي احسن مني اغير كي.